محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تلاقينا في الزهر مع الدكتور عزاني، معروف يعني معروف ديما تلاقينا وياك وسرتو شهر رمضان يا خويا، وراتو البلدية وقراري خرجك وغط، حنا ما نسقسيوش، حنا ما نستشغلوش به، ما نقولوش باللي راه يدير ولا يدير. المهم الطبيب تاعي يا خويا، هذا الطبيب تاعي خاص سي مون ميدسان بريفي. سي عزاني، كلمة صغيرة على شهر رمضان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله اللي بلغنا ديجا رمضان، والحمد لله ان شاء الله نتمنى وان شاء الله يتقبل منا ويتقبل المؤمنين الكل، وربي ان شاء الله يعينه على طاعه ان شاء الله وعلى الصالحات وعلى القيام وعلى فعل الخيرات. وهذا شهر الرحمه، شهر تاع رحم، وطلبوا سماح من بعضنا، واللي يقدر يعاون خوه يعاون. ديما نقولها دكتور، دكتور ديما نقولها، اللي يقدر يعاون يعاون، ليش تابل فرنك. رمضان راه شهر عباده ماشي شهر الماكله وراشان وجري، شهر العبادة وشهر الرحمة والغفران، كثر من الصلاة والقرآن، والواحد يغتنم الفرصة هذه قد ما يقدر. ومن بعد رانا عندنا 11 شهر نجري، 11 شهر وحنا نجري وحنا ناكلوا، هذا الشهر لا ما حتى ما 11 شهر، لازم تانا عبادة ولازم لازم يعني صلاة ولازم نكفوا العبادة. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. يعطيك الصحة سي عزاني، كلمة صغيرة لتفوز صغير من الله والخير راس الواد الكل. انا نقولوا صحة رمضانكم. واش قلنا؟ قول صحة فطوركم، قول صحة فطوركم. أنا قول حشيمي، ما خوش كيما بويك تاع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اليوم رانا 6 رمضان 1445 هجري. واش نقول لكم، رانا اليوم عند مول الدجاج هنا، جاي في الكميات تاع الزاوية كيف قلت. هذا الدجاج هذا راه جديد ومطري في الكليونات الكل، دوك نوريكم واش عنده. كويس دو بول. اللي حاب يدير كيس دو فول، الكركاس هذا واش هو، هذا الظهر هذا هو، ها قرمه سكالوب لافيون داشي، لافيون داشي، وانا لو بولي هنا، لو بولي كومبلي، او كبير وكان صغير. اليوم راه مويا، اليوم راه مويا، جيت تشري جيت انا، واش راك؟ واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك، واش تقول لهم؟ كل كيما عندك ما تقول لهم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، فوالا، ورمضان كريم، هذه ما تعرفش تهدر، أييه، راح تقول الهدرة، وما تنسوش البيض، كاين البيض، ها هو البيض، ها هو البيض، ودعوة نظيفة، كلمة صغيرة للناس اللي يتفرجوا فيك. مرحبا بكم في عند جوا الزاوية، أهلا بكم في أي وقت، ورمضان كريم. يعطيك الصحة خويا، واش نقول، حنا رمضان كريم وكل عام تومي، رانا في 6 أيام، ها رانا في 6 أيام. الطوموبيل تاع الجمعي كيما راكم تشوفوا 404، الجمعي تقدر تروح دوك، تقدر تروح. هذه الطوموبيل تاع الجمعي، هيا روح على الجمعي، روح هاي 404، الله يبارك. 1 2 3 فيلا فيلا الجيري، وي هيا جمعي، روح 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 روح، راه التخاخين دار عالة يا ولا تعالى وبركاته. اليوم رانا مع جوج فتاة، الله يبارك. واسمك؟ ودادة وجينا، وانتي واسمك؟ أسيلة. أسيل. واش تقول للناس اللي يتفرجوا فيك؟ رمضان كريم وصحة فطوركم،
كل عام وانتم بخير. اليوم نسيت خالتنا في غزة. متى نسيت خالتنا في غزة؟ يعطيك صحة. وانت واش تقولي لنا؟ كل صحة رمضان. صحة رمضان. صحة رمضان مبارك. صحة لكم. كل عام وانتم بخير. صحة مبارك. يعطيك صحة. صحة رمضان. وانت واش قلنا؟ رمضان مبارك للجميع ان شاء الله والأمة المسلمة ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. يعطيك صحة. عايش فيا خويا صح. هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صح أخطركم اليوم رانا في 6 رمضان 1445 أكداك دخان دير حيلة أخويا أصحاب الدخان. أنا في ميغا أصحاب الدخان ولا بعد الفطور قاوت بالحداد الشيخ ربي يرحمه الله يرحمه واش راكم عرفتوا واش فطرتوا مليح صافا بيان وراكم عيانين فطرتوا كاو كاو صور الناس المراد هاو المراد بلا ما نهضروا عليه المراد واش راك صافا واش قلنا سامي تفرجوا فيك صح فطرتم هذا ما كان هاي زيد لنا عقب واحد اخر هنا هو مضرق روحو السلام عليكم واش راك خويا لاباس بخير راك عيان ها راك عيان باين نوض ثلاثة تاع العشية تقول راني عيان شوف يعني شوف هذا كون سمعت ديما معاك خويا معليش راح نقول لك ربي يهدينا ويهديك يبغوا يتعسوا بينا لازم نعسوا هاي راس الواد هذا هو لازم نعسوا ونعسوا هذا ونبداو يدخلوا لي جون ها اعطينا اعطينا 1000 الحمراء اعطينا 1000 حمراء اعطي لي 1000 حمراء اعطي لي 1000 حمراء قلت لك اقعد كيما راك اعطي لي 1000 حمراء ما تعطينيش 1000 حمراء اخويا اش راح نقول لك هيا هذا هو اجواء رمضان في راس الواد كلمه صغيره الناس عم يتفرجوا فيك الله يحفظك امين ربي يحفظك عاد صح